مولانا عمر صوت من دوان ودلس شم فرحة وشادي صبح شم فور آتادي دلس شم فرحة وشادي صبح شم فور آتادي بلن سري نعز دادي بچوس تس انتظار اسم مومن چون اكس تحديكين 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 سجي بالقول عن يمكن ظهر تعافى كران دبان شو كفات واحدة يقتا شفا خانا أدر ونكا وفا شا بيش دنيا بچوستس انتظار اسم بطوشي كران نسيت وسيت دبان شو مولانا أنور رحمة الله على السلام أنور كلام أنور دبان شو يلي بجم واحد يقسم سانا سانا دبان شو كونيس كون منتظر روديو اكسي كون سوى قائنا بعد درودا برنبي سوديو بچوس لس انتظار اسم الله تعالى كريم قال لي بلا قاعدة سواش نور من السائل قد بل خشي يجيشت خشي افتار كما تشوف الله تعالى اسم خشي كان ربا أستر خوشي يا ربا أستر قم خير أدا يتاك الجموع من حنيش استقامة إظهار علماء الإسلام كلام بيا هموان استقامة اللسان على الذكر والثناء مؤمن شو بالكل قرن زمان سرقا استقامة أسفر تاوان إن شاء الله تعالى سمي هذا أسان كران رب العزة سنة أسان بيان كران الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والنور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مشكلا إلا يسرته ولا مبتلا إلا آفيته ولا أسيرا إلا فقدته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ضالا إلا هديته ولا مشكلا إلا يسرته ولا ميتا إلا غفرته ولا حيا إلا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي غريضا إلا قضيتهم. اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين آمين يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سيد التعريف حمد شكر ثناء رب العزة درود رحمة نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم كائناتك رب جن كائناتك ربنا أستخيرني يا عظيم موقف بعد اكسي جائز كم التوفيق حقيقة تس عندك تنهان شكرك ذكرك
كبريين لا يكفينا تقرب. دوي شيخنا الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. قد أفلح من تزكى، بتحكي كامياب دوست شخص یہ تزکیہ نفس کو. علماء اسلام کران بیان تزکیہ نفس اندر حاصل چھو مراد یہ شخص شرک چھو غلاظتو تعالیشو نش پان پان محفوظ ہو، یہ بدعات چھو گندگیو نش پان پان محفوظ ہو، سوی حاصل قرقائی نازی فرحان کامیاب تکاملا. وَدَتَ غَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا، بے قرن اللہ تعالیٰ نام وذكر اسم ربه فصلى بكر النماز. علماء اسلام كلام بيان يسي الله تعالى سنام سماسة تقديرات، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، يصف إيه نماز ذكر سياسة إيه نماز. وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل كتؤثري هافة الدنيا زندگي جما ترجي، والآخرة خير وأبقى، آخرة سابق وتبيتر، والآخرة شباقي وغيره. إن هذا لتسته في الأولى. يوس عام بين الصحاي فرمان يخ، يوس عام ذكر كار، سه في إبراهيم وموسى. يم إبراهيم سن صحائف بي موسى عليه الصلاة والسلام سن صحائف تمن عندها حاسة وسي عام تنحن تيوس عام تحت تذكر كرن كي آخرة حاسة جو لحتا. برحال الله قلن قريسي إير هي خشي عطا بار بار خيرنا الله تعالى حسي عطا. علماء الإسلام كرن بيان فرمان مومن مسلمان امسوز مثال حاسة خزر كلش مثال جو كن إشار قر نبي غاقر الزمان صلى الله عليه وسلم فرمو إن مثل المسلم كمثل الشجر. مسلمان سن مثال أك كلش مثال. صحابة قل سوال فإن صحابة كراما أي سوال جواب آب نبي كريم فصل مقرأي سوال جواب فاني بيان فرموات وإنها نخلة. بس بيشك مسلمان سن مثال أك كلش مثال سكون حاسك خزر قدر کیا کہ یہ خضر پول چاہے بند ایسن رت پول ایسن حرد ایسن سونت ایسن اخ کلس چون رنگ چینج گا سائن کیا اخ کلس چون بہونی رتن رنگ کس وزن سبز رنگ وزن یہی مثال چھو مومن سن مثال مومن ناسا چون پانے رنگ بدلاوان کیا رمضان المبارک اس وقت زیادہ پان جانے ہیں اللہ تعالیٰ زار پر رب سن عبادت اللہ تعالیٰ سنگ مانگ دولی چوہتا روح در من سام رمضان ایمانا و احتسابا گجر اللہ ما تقدم من زنبی دولی چوہتا روح در اس مطلق اس انام عطا کر کہ اگر اچھا اس من روح در اندر ثواب چنی دل خلوص ہو سن نیر برہمن گنہن قلی رب العزت مغفر رب سانی گنہن کر بیگت حیث من شامت من قام لیلت القدر ایمانا و احتسابا یہ شخص قیام کر لیلت القدر اس اندر ایمان تے احتساب سان انسیدن بہمن گنہن کر رب العزت مغفر رب سانی گنہن کر مغفر رب العزت سانی گنہن کر مغفر. علماء اسلام کرن بیان فرماوان لیس العید لمن لبس الجدید عید نہ سکھن تیمی شخص سن خطر یہ نئی ملوک یہ نو لباس لو و اکل السرین یہ شخص عمد کھر کھو ولیکن العید لمن قبل منہ بالعمس سیام عید حاصل چھو تیمسی شخص یہ سن رات سیام کائنات رب کو قبول و قبل منہ قیام یم سن قیام اللہ تعالیٰ کر قبول و بجر اللہ ذنب یم سن گناہ اللہ تعالیٰ مغفر کر و شکر سائیو یم سن ساری کوشش اللہ تعالیٰ کر قبول فہذا ہوا عید یہ ہے حسن عید والیوم لنا عید آنس دشاہ عید و خدن لنا عید پگہ کسی سانی خبر عید و کل یوم لا معص اللہ ہر قاس دوہ یا دوہ سندر نغیس اللہ تعالیٰ سننا فرمائنی کرو فہوا عید سچر سائنی خبر عید
الله تعالى كريم اسي خوشي عطا دنيا هيش خوشي دي كرين عطا اخره هيش خوشي دي كرين الله تعالى اسي عطا ايس روز درش ز خوشي نبي كريم صلى الله عليه وسلم بيان فرمو قبل الصائم فرحتان ايس روز درش ز خوشي خوشي شكر فرحة عند فطره ين وقت الافطار شكر افطار کے وقت تک خوشی آسان اور بیا خوشی کار کرے اللہ تعالی عطا و فرحۃ عند لقاء ربه بیا خوشی آسان کہ اللہ تعالی سے کئی ملاقات رب اکثر سے خوشی عطا اکثر دنیا خوشی کے عطا حقیقی عید حقیقی خوشی آسان مومن سنگ یا دعا اسم اللہ رب العزت کرن بیان و اذلفت الجنت للمتقین غير بعيد يمدو كائنات رب مؤمنا بروش كون اين جنة مؤمنا سيدي تاكليب دلي بلك جنة يمد بروش كون اين رب العزة بروش كون كران بيان هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ يشو آمد وعد كرن تمن سائر نيسر يم أواب جازن يوم رجوع كرن ويل شاسا بيجو بابن شاسا يوم رمضان المبارك اندر كي الله تعالى سنياد شكران رمضان بغير الله تعالى سنياد كرن من خشي الرحمن بالغيب يس عرش ويلس ربط عيس قبل كي دور خوطا وجاء بقلب منيب بي كائنات كي ربط نشت دل هي يس رجوع كرن وول دل هي رب العزة كيس كيا خوشي مود اعلان كيا بيس دغس ادخلوها بسلام يا سجاف السلام تسان جنة الزوج وذلك يوم الخلود اي تل دوش دوخل رسل قيدو كيوس جنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد يمويل يفتك يا سلام تعالى عطا ورغب قرام بيان أني علاو شو أسل شبك كم شخص شهيد يوس شخص تدوه خوطان آسي يوس بتحقيق ما يوسي هندون يمدون پنجس پنجس حالت برسائي پشي مانا مگر رب العزت قرآن بيان فرماوان يملوك ونا نفا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمتريا يمتق ما يسيه الدوس آخر جلق الكائنات كشرب بسكوزا إما وعبي قادر طيري عايشي أرم مگر رب العزت الانام قرآن اتا فوقاهم الله شر ذلك اليوم تمی دوہی کی شر نش دی ایک اللہ تعالی نجا تمی دوہی کی شر نش بچا ہے رب رب العالمین اس سے بچا روڈ کو رب لے عزت کرن بیا ولا قاهم نظرتا و سرورا جوت ملاقات کیا اللہ تعالی کی من مومنن سے تمن آسن اسمین دہان تمن آئی سے خوشی رب العزت ای خوشی کرے سدا و جزاهم بما صبروا جنة وحريرا يا اسمان بدر كان تو عايش الدنيا اندر مصيبة پریشانی اطاعت الصبر قرم الى رب العزة کرے جنة عطا عرش و الرحمن کرے جنة عطا بے کرے ریش کو لباس سے عطا پاک کے ناس مومن متقین فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا بجن بجن كمان لخني الكرد آسن مومن لا يرون فيها شمسا نوشن متمد و گرمی نوشن شدت و سطاف نوشن شدت سردی الله تعالى كريم خشي عطا ربا استكر خشي عطا ربا استكر رتر عطا ربا استكر من خار عطا علماء اسلام كران بيان عمر بن عبد العزيز رحمة الله يرى فنو عدم ليس العيد لمن لبس الجديد هي ناس شنت مسم مي بارو ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد عيد هاسه تمسي شخص يصفى قيامه يدوس خوتان
بيجي ده كلام ما يلا يصل إيده لمن لقي صل جديد إن فشل تمسك قدر إنه لباسلو إنما الإيد لمن نجا يوم البعيد إذا حصلت تنسي شخص يصاص كائنات ربا يصاص كائنات ربا القيامة لن نجا أسكر أسرا ربا أسكر نجا ربا أسكر دنيا صدر نجا أسكر وأسكر أسكر أندر نجا أسكر مولانا عمر سوز من دمان ودلس شم فرحة وشاجي صبح شم طور آسجي دلس شم فرحة وشاجي صبح شم طور آسجي بلنصري نعزداري بچوستف انتظار اسم مومن چو اکس تحجیقی تا تیمی چو اکسی پر باو بسا سچو بلو قلعنی کی ظہار تے آسان کران دبان چو کفا چون واہی دے یکتا شفا خانن اندر ون کیا وفا چا پیش دنیا بچوستف انتظار اسم خطوصی کنن نسیت وسیت دفان چی مولانا انور رحمت اللہ علیہ السلام انور کرام انور دفان چی یلی پچم وقت ایک انسان اتا دفان چی کنیس کن منتظر روزیو ایک سی کنس وقت کائنات ہے پت درودا برنبی سوزیو بچوستر انتظار اسم اللہ تعالیٰ کریم پنن ملاقات اسن سوائے سے مومن اسائل خود بڑی خوشی یہ دیشت خوشی افتار کے وقت جب اللہ تعالیٰ اسی خوشی کا آگا ربا اس طرف خوشی کے آگا ربا اس طرف ہم خبر آتا جیسا کہ چون مومن ہمیش استقامت و اظہار تھا علماء اسلام کرام پایا فرماوات استقامت اللسان علی الذکر والسنا مومن چون بالکل پنن زبان سن کر استقامت اس پر تاوان انشاء اللہ تعالیٰ سم یاد آسان کرن رب العزت سن سنا آسان بیان کرن اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا روڑ کن علماء افہم کرن بیان دبا استقامت النفس على الطاعة مع الحیاء بے کے طرف چمون پن نفس کی سود کرن استقامت اس پر تھاون کمی خاطر اطاعت کرنے خاطر مگر اس اطاعت اندر اللہ تعالی سن حیا سن دیتا برون کو جو فرمان علماء ایدان در میں استقامت القلب على الخوف والرجاء ای کہتا ہے جو چیئے مومن پر دل کی سیود کر اور دل اس مطلب جو چیئے بارے ای کہتا ہے جو چیئے اللہ تعالی سن خوف آتا بے کہتا ہے جو چیئے کائنات اس ربط پر امید آتا خوف چو آسان کنیو جہنمو مگر امید چس کمی آسان جنت اس لئے کہ جو علماء کرام بیان دفعہ استقامت روح علی الصراط والصفا یہ شو پانن روح کی سے ہوتا ہے یہ دی استقامت اس پر تھاوان پدر اس پر تھاوان کوئی کی دیگی پر تھاوان استقامت سر علی التعظیم والوفا یہ شو سری طور سر پر بجن پر کتھی کرن یہ اللہ تعالیٰ اس اخ اندر تعظیم کرن اور اخ سری سری بے یہ دین اللہ تعالیٰ سے واد چاہتا ہوں یہ شو تم واد سری کیا کرن یہ شو پور کرن علماء اسلام کرن بیان فرمان وعلامت اللذی استقام ان یکون مثلوه کمثل الجبل یہ استقامت اس پر روزان چھو تم سے مثال چھو پہاڑ چھو مثال تم سے مثال تم اس شخص سے مثال چھو پہاڑ چھو مثال کیا جی اہم پہاڑ سکر اور علامت آسا مجھ علامت مجھ نشنی اہ علامت چھا اس پہاڑ ساسا انہو لا یزیبوه الہر کرتا ہی گرمی رسا اہ پہاڑ سنی گرمی بگراوان یہ پہاڑ چھو پہاڑ ہی روزان بیاق علامت چھا اہم پہاڑ تو بولا اجمد لا یجمدوه البرد کرتا ہی کڑا کے کی سر دی رسا یہ شنا اہ پہاڑ اس اجمیر کران کیا یہ شنا اہ مجمد بناوان کی بیاق مثال چاہیے بیاق علامت چاہیے پہاڑ اس آسان کوتا کی ہوا تیز رسا یہ شنا اہ پہاڑ اس اور یور ڈالن یہ شنا پنجی جائی روزا بیاق علامت علماء اسلام کران بیا فرماوان لا یزیبہ السیل کوتا کی سرابی پہاڑ چاہ پنجی جائی ڈالن پہاڑ چھو رونا ہے پنی جائے یہ مثال چھو مومن سن مثال تیر شخص سن مثال
يس رمضان المبارك اندر كرود رب العزة تسياد كرام رمضان بغير كرود رب العزة تسياد كرام سويش سمومن جنس الله تعالى بغير قيامت لهم نجاة قيامة رب العزة أستكر نجاة رب السان بدر بنهن كر مغفر رب السان لقدر بنهن كر مغفر رب يسيم عالم درا رب والم پنس رحمت رب مغفور مرحوم کر رب اللي کر جنت عطا مشرب دیدار کر یعنی مدیون خدیب دعلم ارشوال رب والم پنس رحمت رب مغفور مرحوم کر رب مغفور مرحوم کر رب یا دمان سقلیم پرشیری نجد پرشیری کر یعنی غم تبسیر غم کر دوئی ترا بلش دوئی پہنم أرشوالي سربس مدور ربكي ترانوي كرب آبار آفت قدر سندر آسان راتي وندن دار تشريف أرشوالي سربس مدو آف پريشيني شدك باجسن أرشوالي ربا شفائي كيلو كرسا شفائي غجر كرسا نمز بأيش الله تعالى هاي تمن ترود بحار جاوين سبا شفائي لناكي الله تعالى كرنا شفائي كيلو شفائي غجر ربا سان دالين دي دوا سان مرزن دي شفا ربا سون سيام کر قبول سون قيام کر قبول ربا سان مانگ مانگ کارت ربا آخ کري جاو سان دوان کر اجابت ربا پسر پر امتن مسلمان کر یہی ربا فلسطین کر مسلمان کر یہی مشیرین کر مسلمان کر یہی ربا العزت انتجاعت اسے تعلق سوان ربا برکت کر ربا یہی کر ربا العزت این نئی مدور ربا برکت کر رکھا تھا ربا لار کر رتر تخور کر رکھا تھا ربا این بے اولاد اولاد صالح کر رکھا اولاد نرینہ کر رکھا ربا اولاد صالح کر رکھا تھا اولاد نرینہ کر رکھا تھا ربا این اس اولاد سوئی مت ربا العزت تیم اولاد بنا اپنے مال مال أرشوال عالم كيف تجارة تسلم بسمال البركة يمشي بعد آشة أمور
الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.